ووصلنا نيويورك اخيرا، وتعالوا اوريكم نعمل ايه ب$10 في نيويورك. يلا بينا. ودخلنا اول مطعم بيتزا نلاقيه قدامنا في الطريق، لان مطاعم البيتزا موجوده في كل حته في نيويورك. مطاعم البيتزا هنا بتبقى الحاجه كلها جاهزه وعندهم عروض كتير، وانت بتاخد سلايس واحد من البيتزا مش البيتزا كلها، لان الاحجام بتاعتها بتبقى كبيره، فانت عندك اوبشن ان انت هتختار اكتر من نوع. ده صاروخ. وهنا كان تقريبا سعر سلايس البيتزا الكبير $4. هنا انت مش بتاخد البيتزا كلها، انت بتاخد سلايس واحد بس، الا لو انت يعني جعان قوي اكتر من سلايس اكيد. ولكن في نفس الوقت هتلاقي مطاعم بيتزا كتير جدا في الطريق في كل حته في نيويورك، هتلاقي سلايس البيتزا بحوالي $1.50. انا هاب وان بيس بليز. فممكن تبقى تجيب لك قطعتين هيشبعوك جدا وهيقف عليك ب $3 بس. اول ثانك يو. تيجي تاخد سلايس زي ده ب $1.50. بيحاول شيف. وطول ما انت ماشي هتلاقي مطاعم بيتزا كتير في كل حته، وهتلاقي سعر البيتزا ممكن يوصل معاك $1 للقطعه. وادي واحد من الخيارات اللي موجوده لو انت عايز تيجي متوفر هنا، فانت ممكن تاخد قطعتين بيتزا ب $2، ساعتها هيبقى معاك لسه $8. ممكن تجيب بيها كمان ساندوتش وتحلي وتركب السبواي، بس كله بيعتمد انت عايز تاكل ايه. ادي عربيه فاست فود تاني، هتلاقي اصلا صاحبها مصري. السلام عليكم. السلام عليكم. الله. وده اهم ساندوتش موجود هنا في نيويورك، او يبقى عندك الخيار الثاني وان انت تروح تجيب ساندوتش هوت دوج من اي عربيه من عربيات الاكل المصري، وهيقف عليك الساندوتش من $4 لـ$12. لكن احنا دلوقتي محتاجين نعرف ايه اكتر حاجات ممكن نجيبها بـ$10. وهناخد واحده جريتوس اللي هي زي الحاجه ساقعه، بس مش هناخد بيبسي او كولا، وديت ب $3. يلا بينا. او ان انت تاخد كانز ريد بول واللي هو برضه ب $3. وهناخد هنا واحد اوت ميل شوكليت بحوالي $3.50، يعني احنا كده كملنا $10. وبكده يبقى احنا خلصنا $10 بان احنا كلنا سلايس بيتزا وشربنا حاجه ساقعه وخدنا اوت ميل بار، وكده استقنيسنا قوي ب $10 بس في نيويورك.